الكوكيز بالنخالة ما حبنا في الليمون. ايه غادي ناخدو عندنا فيه 125 غرام ديال الزبدة، كاس ديال سميدة، كاس ديال الزيت، جوج ديال البيضات، جوج كيسان ديال النخالة عندك الرقيقة، جوج كيسان ديال الدقيق الكامل يعني الكومبلي، 100 غرام ديال قشور الليمون المسلين، يعني كناخدو واحد الحفنة وكنقطعوها تكون رقيقة، جوج ديال الخمارات، 3 كيسان ديال الفرص يعني الدقيق العادي الابيض، عندنا حبيبات ديال الشوكولاط تقريبا واحد 200 غرام ديال حبيبات الشوكولاط يكونوا من النوع الممتاز اللي ما كيدوبوش في الفران، وهناك اضافه عندنا واحد الحكه ديال السكنجبير كيجي رائع مع هاد القشور الليمون مع النخاله. نشوف الطريقه اللي سنه. ايه تفضلي. غادي نمشيو نخدمو الزبده، عندنا 125 غرام ديال الزبده غادي نخدموها مع كاس سميده مزيان، عاد كنزيدو بيضه مورا بيضه، كنزيدو كاس ديال الزيت، جوج ديال كيسان المخاله مع الدقيق الكامل يعني جوج كيسان الدقيق الكامل، كنزيدو دوك قشور الليمون المعتلين مع الدقيق، وكنزيدو الخمارات. هنايا كان يعني كنخدمو الكوكيز ديالنا عادي يعني كنفصلهم بين جوج بلاستيكات، عاد كنزيدو لي بيبي دو شوكولا من الفوق، ما يعني كنخلطوش لي بيبي دو شوكولا مع الخليط ياك يعني باش كيجيونا باينين في الكوكيز، باش كنشجعو الدراري شويه لان داك الشوكولا هو اللي كيحفزهم فعلا. اييه وكنديرو داك لي بيبي دو شوكولا من الفوق، عاد كنفصلو عاود بدلك يعني شويه، عاد كنقطعو يعني بقطعه دائريه او لا غير بالكاس ديال العنبه باش كيجينا دائري بحال الكوكيز العادي، وكندخلو الفران. يعني شفنا عيما على اساس انه دوك لي بيبي دو شوكولا كاين اللي مثلا حتى كيقطع عاد كيديرهم للفوق، يعني في كل دائره كيديرهم. دابا انت الطريقه كيفاش كديري ليهم؟ يعني ملي كتجمعي الخليط. كنجمع الخليط كناخذ شويه اللي غادي نبسط من بين بالمدلك. ايه حتى كنبسطو شويه عاد كندير ديك الرشه ديال لي تيكو عاد ترشيهم هكذا عاد عاود كندوز بالمدلك شويه من الفوق باش يثبتوا. ايه باش كيثبتوا لان بعض المرات كيخبط. ايه فعلا. ولكن بالنسبه لهذا لي مينيم انا غادي نعطي الكوكيز يعني بالشوكولات وكنديروا من الفوق لي مينيم باش كيبان، يعني هذا لي مينيم كنديروا حبه واحده حبه يعني باش ما كنضيعوش فيه. واخا مفهوم لا سنة. هنايا بالنسبه للكوكيز ديال النخاله هنا غادي نمشيو للكوكيز بالشوكولاته. الكوكيز بالشوكولاته غادي نحتاجو ليه حتى هو 125 غرام ديال الزبده، كاس سنيده، ونص كاس زيت، جوج البيضات، فانيا وحده، جوج ديال الخمارات ديال الحلوه، قبصه ديال الملحه، هنايا جوج معالق ديال الكاكاو يكون مر، والدقيق حسب الخليط. هنايا غادي نخدمو حتى هو بالإمينيمز، يعني كنكونو حصلنا على جوج الأشكال، كوكيز بالشوكولاتة بالإمينيمز، وكوكيز بالنخالة بلي بيبي دو شوكولا نوار. مفهومة لسانة، يعني الطريقة بحالو بحال الكوكيز الآخر. حتى هو كنخدمو العجينة وكنبسطوها، كنديرو الإمينيمز ديالنا، كنقطعو بقطعة دائرية، كندخلو الفران. دائما الفران لسانة بالنسبة للكوكيز البتي فور كامل، الفران كيكون ناقص من الفوق ومن التحت. كيطيب على خطا خاطئ باش ما يجيش مقرمش من الداخل ومن برا، يعني من الداخل يعني بعجينه ومن برا مقرمش فعلا، يعني كيجي بطياب واحد وكيجي مقاد، وحتى اللون كيجي كامل لون واحد.